أنا قلت على الحدث أكثر من مرة أن حزب الله داخل الأراضي السورية قبل هذه الأحداث كلها منذ سنتين وثلاث سنوات، أن حزب الله مخترق بشكل كبير داخل الأراضي السورية. إذا كان هناك من يعمل مع المرصد متعامل مع المرصد داخل هيكل حزب الله في سوريا، ما بالك إسرائيل الذي تدفع عشرات آلاف الدولارات. لذلك أقول الكلام دقيق، والحزب الله مخترق داخل الأراضي السورية، وحزب الله كثير من الذين يعملون معه داخل الأراضي السورية لا يؤمنون بحزب الله ولا يؤمنون بإيران، فقط تعملوا معه من أجل المال. يعني المرصد السوري لحقوق الإنسان مخترق حزب الله يا أستاذ رامي؟ والله من زمان، منذ ثلاث سنوات وأربع سنوات، منذ داخل الأراضي السورية، ما بالك إسرائيل. طيب وتحصلون على معلومات متتالية؟ معلومات كثيرة، معلومات دقيقة وكثيرة، ولكن نحن في هناك معلومات لا ننشرها لأننا لسنا عملاء لإسرائيل حتى ننشر معلومات حساسة. نحن ننشر ما نريد نشره يتعلق بالوضع السوري، ونشرنا عن المخدرات، نشرنا عن التنقل داخل الأراضي السورية، ولكن لا علاقة لنا أن نعطي أحداثيات ونعطي هذه الأمور لأننا لسنا عملاء لإسرائيل. إسرائيل لديها عملاء ما فيه الكفاية داخل الأراضي السورية. أليس من الممكن أن تعطيكم إسرائيل المعلومات في المرصد السوري كذلك؟ لا لا، نحن نأخذ معلومات، نحن نأخذ معلومات من داخل حزب من سوريا، نأخذ معلومات لا من إسرائيل ولا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا أحد. نحن لدينا مصادرنا داخل الأراضي السورية. اليوم عندما استهدفت هذه الشقة بالحرف الواحد، كان المرصد أول من قال بأن موجود في الشقة حزب الله وحرس ثوري إيراني ومن الأصدقاء. هذه معلومات المرصد كانت دقيقة من داخل الأراضي السورية. وعندما جرى استهداف الفجر الأمس قلنا بأن في الفان كان عناصر من حزب الله وشخص سوري ضد معه. لذلك أقول مصادر المرصد هي دقيقة ودقيقة بشكل كامل، ولكن هي مصادر خاصة بالمرصد، لا إلى علاقة لا بمخابرات غربية ولا بمخابرات شرقية. طيب أستاذ رامي، إذا ما كان شقيق لون الشبل معتقل الآن لأنه أعطى إحداثيات ومعلومات عن الإيرانيين للإسرائيليين، ما يعني إسرائيل لست بحاجة للمرصد ولا لنشطاء المرصد. طيب ما من أحد من الحكومة السورية ليرد على هذا الكلام الآن أستاذ رامي، هذا على مسؤوليتك أنت.